ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد الإعلامي الناشط السياسي قصي البغدادي. مرحبا بك قصي. إذا بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققته ثورة تشرين بإسقاط حكومة محمد علاوي، إلى أي مدى أو هل أنتم مستعدون لجولة جديدة من جولات الألاعيب السياسية لهذه الأحزاب؟ مرحبا بك أخي العزيز وبقناتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. أعتقد بعد الانتصار الأخير الذي حققته الثورة وحققه المتظاهرون بإفشال المخطط الإيراني الخبيث بتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، هذه الحكومة التي تنبع من نفس الأحزاب ومن نفس الكابينة، المتظاهرون لديهم إصرار بعدم تكرار الوجوه وتبديل الوجوه بوجوه جديدة، وهذه الوجوه هي من الساحات والكفاءات العراقية، لا للأحزاب، لا لقانون الأحزاب، لا لقانون الانتخابات، لا للمحاصصة، لا للطائفية. كل هذه الشعارات هي أصبحت الآن قناعة وضرورة ملحة لدى الساحات التظاهر في جميع عموم محافظات العراق. لن مرر أي مخطط خبيث آخر يريد الإطاحة بما تبقى من الوطن. الرسالة كانت واضحة وصريحة لهم بأن التصعيد سيكون أقوى من التظاهرات التي كانت في يوم نهاية المدة الدستورية لمحمد توفيق علاوي، والتصعيد سيكون أقوى وأشد إذا استمرت هذه الأحزاب بتدوير النفايات وتدوير هذه الوجوه، أو حاولت أو ستحاول بأن تفرض مرشح من نفس كابينة الأحزاب، سواء كان سعد الكاظمي أو محمد الشاع السوداني أو عبد المهدي نفسه. نعم. طيب، في ظل هذا الرفض العارم للثوار لهذه العملية السياسية كما تفضلت والوجوه المرشحة منها، هل تتوقعون موجة جديدة من القمع لتمرير مرشح جديد بالقوة وفرضه على الشعب من هذه العملية السياسية والحكومة الآن؟ نعم، سياسة القمع وأسلوب الترويع والقتل والاختطاف سيكون متصاعد في الأيام، وما نتج بعد إفشال تمرير حكومة محمد توفيق علاوي وخصوصا من أنصار زعيم التيار مقتدى الصدر وأتباعه القبعات الزرق، وبعد كشف وجههم الحقيقي بأنهم هم أداة إيران لقمع التظاهرات واغتيال الناشطين، وما حدث يوم أمس باغتيال ناشط في محافظة البصرة علي الحلفي، وما حدث أيضا يوم أمس باختطاف الناشط رنا في مدينة النجف، هو خير دليل بأن التصعيد سيكون تجاه ساحات التظاهر والناشطين بالاختطاف والقتل، وهذا هو أسلوب معتبع منذ انطلاق ثورة أكتوبر. لكن الأسرار هذه، نحب أن نوجه رسالة من خلال منبر الرافدين بأن هذه الأساليب لن تثني الثوار والمتظاهرين والشعب العراقي في ما هو ماضي عليه، والقناعة التي أصبحت الآن ضرورة ملحة بتغيير كل هذه الوجوه الكالحة، ولن يبقى لهم أي باقية في العراق حتى وأن وضعوا العصي في الدواليب، لكن الانتفاضة مستمرة حتى التغيير. أيضا ميليشيا حزب الله في العراق هددت بما وصفته بإشعال العراق إذا رشح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي للمنصب، كيف تقرؤون مثل هذه التصريحات؟ أخي العزيز، أعتقد منذ انطلاق التظاهرات ولحد هذه اللحظة كلما تم إفشال مخطط للأحزاب أو مخطط إيران الخبيث بأن تعود من جديد من بوابة رئيس الوزراء، لأن كلنا نعرف بأن إيران عليها عقوبات اقتصادية ومنصب رئيس الوزراء هو إنقاذ لإيران واقتصاد إيران المتهالك، وبعد أن أيضا الآن هي في دوامة فيروس كورونا، فأعتقد بأن إيران وذيول إيران وأذرع إيران المتغلغلة في المؤسسات الأمنية وفي المحافظات في عموم البلاد ستستخدم هذه الأساليب، خلط الأوراق، حرق ما يسمى بالأرض، أسلوب سياسة القتل والترويع، وأيضا هي لا
يهمها يعني سيادة البلد أو سياسة البلد بقدر ما يهمها المصالح الإيرانية. فهذه التهديدات ليست بجديدة، لكن أيضا نحن نطالب بالمجتمع الدولي ونطالب الأمم المتحدة ونطالب الاتحاد الأوروبي أن تكون له وقفة جادة تجاه ما يجري من انتهاكات ضد الإنسانية وانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين والمتظاهرين من الشباب العزل. يجب أن تكون هنالك وقفة تجاه كل هذه التهديدات التي هي خرق لسيادة العراق من قبل إيران وميليشيات إيران. شكرا جزيلا لكم بغداد الإعلامي الناشط السياسي قصي البغدادي.